السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. نحن إخوتكم من شركة عيان العقارية، معكم محمود منصور. نحن الآن موجودون في منطقة كيركلار، اللي أحد الأماكن المهمة في مشاريع التربية الحيوانية والمزارع التربية الحيوانية والأراضي المناسبة للتربية الحيوانية. منطقة كيركلار اللي منطقة مركزية كسوق معروف لهذه المشاريع. إن شاء الله اليوم سنعطيكم تفاصيل وبعض المعلومات وأراضي ومزارع بالنسبة لهذا المشروع وهذا الموضوع إن شاء الله. هنا طبعا معروفة هذه المنطقة بإنتاج الحليب واللحوم والكفتة ومزارع كبيرة وسوق كبير لاستيراد الحيوانات في تركيا، المناطق الغربية من الدولة التركية.